مرحبا بكم مشاهدينا في محلاها بلادي. احنا متوجهين في الضاحيه الشماليه لتونس العاصمه وبالتحديد في مدينه سيدي بوسعيد، اول موقع محمي في العالم وقبله اولى للسياح من مختلف الجنسيات. اليوم باش نعيشكم لحظات وسط المدينه ذات الطابع المعماري الخاص، ايضا باش نشوفوا مع بعضنا خصوصيات المكان السياحي ونتعرفوا على المعالم الاثريه اللي تحكي تاريخ المكان وعراقته. ما نطولش عليكم برشا، رحلتنا بدات، تابعونا. Une nuit pleine d'étoiles sur le port de Tunis. Le vent de l'éventail de ton grand-père assis au café des délices. Tes souvenirs se voient, tu vois passer le tram et la blancheur des voiles des femmes tenant un fils. Et l'odeur du jasmin qu'il tenait dans ses mains au café des délices. Yalli, yalli, bibi, yalli, 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 habibi, yalli, 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 habibi, yalli, 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 yalli. حاجة تجلب انتباه القادم لسيدي بوسعيد هي تناسق الألوان في هالمدينة اللي عندها طابع معماري أصيل من خلال اللون الأبيض والأزرق وأبوابها زادة اللي تزينها المسامير السوداء وشبابكها اللي عندها المشابك المقوسة وتتميز بنقوش وزخارف عتيقة. لاحظوا زادة وجود عدد قليل من الأبواب ذات اللون الأصفر وسبب قيمتها التاريخية اللي خلتها تحافظ على خصوصية هالمكان. عسلامة، نتعرف عليكم. عسلامة، دوز ايتيديون من الأرشيف نيفو دوزيام اني، عن اكزارسيس غيلوفي ونخدمو هوني في سيدي بوسعيد. شنو تخدمو بالضبط في سيدي بوسعيد؟ معناها ناخذوا ترونسون، معناها عندنا هكا ثنيه ناخذوها وناخذوا الفساد اللي فيها، الديتاي، الحاجات السبيسيال اللي في سيدي بوسعيد. كما نعرف سيدي بوسعيد كلها حاجات سبيسيال. الستيل نتاع سيدي بوسعيد البيبين والبلو هذايا الموجود بارتو والنير. الضوء اللي في كل بقعة. اللي يجي لسيدي بوسعيد يقرا فاتحة، يجي يرتاح نفسانيا. شو نحكي لك؟ حاجات ربانية سبحانه وتعالى، فهمت؟ وبعد يجي ياخذ شوية سمات لعائلته لأحبابه لأصحابه. سيدي بوسعيد منطقة سياحية، فهمت؟ نحن نحبوا نحافظوا عليها ونحبوا ديما متلفين من حولها، معناتها نحبوها ديما نظيفة، ديما عالية. سيدي بوسعيد يا عالي. يا بوسعيد العالي شرفتنا بالنور، شرفتنا بالنور. يا بوسعيد العالي شرفتنا بالنور، شرفتنا بالنور. قامك عزيز وغالي مشهور بالنور، مشهور بالنور، مشهور بالنور، مشهور بالنور. سيدي بوسعيد يا عالي، يا سيدي بوسعيد اخذت اسمها من ولي صالح هو ابو سعيد الباجي التميمي اللي جاء واستقر في هالمنطقة. كان يجي للعبادة، للخلوة، للتجربة، للتفكير، لكن زاد باش يحمي السواحل ويراقب اللي جاي من خليج تونس.
هالولي الصالح توفى في أكتوبر 1231 وتدفن هنا، ومن وقتها أصبح المقام مكان للزيارة لتلاوة الفاتحة والتبرك به، وثم حتى خرجة مرتبطة بهالمقام. اللي بناه المدينة هو اللي بناه سيدي بوسعيد، ولكن مع هالتغييرات، التغييرات اللي هي باش الشخص اللي يبدأ في سيدي بوسعيد يتمتع بهالمناظر الخلابة، فهمت، البحر والخضار، يعملوا هالجناريات وهالشبابك اللي فيهم كيف الغلاف، كيف الغطاء، ولكن تشوف من انت تشوف ولكن ما يشوفوكش، خاطر عندنا في المجتمع هذايا فما نوع من الحياة، فهمت، الناس ما يحبوش يبدا قاعد في داره والناس تشوفه، حب يروحوا قاعد ما يشوفوش، ولكن هو يشوف، هو عنده الميزة هذه، يشوف ويشوف من جملة ما يشوف، شوف العباد اللي تمشي وتجي، ويشوف زادة هالمناظر الخلابة هذه، البحر اللي من اللي عنده زرقة حلوة ياسر، والزرقة متاعه اللي هي ماخذينها باش عملوا بها الشبابك، فهمتني، والابيض، الابيض هذاك باش فهمتني يزيد يجمل لك الفضاء المعماري. هذه هي خصوصية سيدي بوسعيد، تتبحث تقول له سيدي بوسعيد يقول لك ابيض والازرق الالوان، يعني ما فماش اي عنده خاصية، وان كان نراه سيدي بوسعيد مش وحده في الحوض البحر الابيض المتوسط، فهم برشا في اليونان، في اسبانيا، تلقى فهمتني احياء فيهم الخاصية هذه نتاع الابيض والازرق، فهمتني. حاضرين في القهوة العالية، هو مكان سياحي معروف برشا في سيدي بوسعيد، ويستقطب العديد من الزوار يوميا اللي يجيو لهالقهوة هذه. حاضر بحذنا سي هشام هو المسؤول على القهوة العالية وأصيل المنطقة هذه، لو كان تعرفوا عليك سي هشام قبل بوسعيد. مرحبا بكم في قهوة العالية، وباش نقدم لكم معناتها عائلة بن سعيد هي اللي تشرف على القهوة، عندها ما يقارب 90-100 عام من وقت عزيزي وخوه. قهوة العالية في الأصل كان معناتها زيارات اللي تكون فيه حسب التاريخ اللي حكاوه لي واللي تعرفت عليه، هي كان مكان معناتها يرحب بالعائلات نتاعو، كان وقت الخلاعة في الصيف يجيو العباد، معناتها يجيو أحباء قهوة العالية اللي هي كانت الصباح يمشيو لقهوة الناظور، والعشية بعد يجيو عشيو في القهوة، معناتها يقعدوا لبرا وفما اللي يقعدوا لداخل، وكانت معناتها الاختصاص في القهوة كان القهوة العربي، هي التابونة اللي يعملوا فيها القهوة، كانت فما معناتها التحضير متاع القهوة كان على الرماد وعلى معناتها تجي قهوة أبن من اللي توا العباد كلها تزرب، وكان الغاز نحكيه على القهوة، معناتها القهوة كانت فيها اللي جابها القهوة هو سيدي بلحسن، معناتها الشاذلي اللي كانت وقتها يشربوها باش العباد تسهر، باش نجموا معناتها يعملوا الأوراد متاعهم ويعملوا الطريقة الصوفية.
في المقام سيدي بوسعيد اللي هي القهوه معناتها القهوه العاليه كانت مدخل من داخل الزاويه الرسمي اللي هما عملوا فيه الدكاكن هذوما باش ينجموا يجيوا وقت الزياره يجيوا يرتاحوا ويشربوا القهوه نتاعهم. فهمتني؟ تويك القهوة العربية المعروفة بها القهوة العالية الززوة، وكانت كل واحد كل معناتها كان في الأصل كل إنسان معناتها يعرفوه الزباين متاع القهوة كل واحد يعرفوه ما غير ما يسألوه. فما واحد يشرب قهوة ناقصة، فما قهوة قد قد، فما قهوة سادة، كل واحد ويعرفوه. فما قهوة المروبة، قهوة المقطوعة. فهمتني؟ كان صاحب الدكان معناتها اللي هو يشرف عليه يفهم معناتها الزباين نتاعو ويسميهم. وكل كانت حلق هي في الاصل معناتها ترقى الفلاحه وترقى المدرسين وترقى العائلات، والعائلات كانت وقت يجي لسيدي بوسعيد عندهم البرارك في الشط معناتها كل واحد وبراكته. فهمتني؟ والعشيه يطلعوا يعشيو في القهوة لنا في السوق. First you are welcome in our country. عسلامة ومرحبا بك في تونس. مرحبا، أنا فرحان برشا اللي جيت لتونس. هذه أول مرة تزور فيها تونس؟ صحيح، هذه المرة الأولى اللي نزور فيها بلد أفريقيا. كيفاش لقيت الاجواء في سيدي بوسعيد؟ في الواقع زوجتي هي اللي اقترحت باش نقضيو شهر العسل في تونس. سيدي بوسعيد مزيانه برشا. سيدي بوسعيد تجلب يوميا العديد من السياح مختلف الجنسيات. شنو سر جمال سيدي بوسعيد؟ وشنو الحاجة اللي تجذب في سيدي بوسعيد؟ سيدي بوسعيد معناها الجمال نتاعو البحر، وما كان يقولوا بالفرنسوية مش يقولها لك بالعربي ديامونت خطر أبيض على زربية خضراء، خاطر كان كله داير خضراء قبل ما يقع البني اللي تزاد من كان بلاصة خضراء. كي تدخل أنت ترى حاجة بيضة فوق حاجة خضراء، جمال خاص. وفي عندك الالوان نتاعو الفرض علينا باش ما نبدلوش حتى الباب ولا الشباك الا لما جماعه الاثار وجماعه تاع الباتيمون تاع تونس يعطيوك الرخصه تاع التراث. وثانيا ثم الالوان، اللون الازرق شبابك البيبان ولون الابيض، وحتى تو في كما نقولوا القهوه العاليه احنا قاعدين فيها الدروج ثم دروج معوجين، ما عندناش حق في شيء يبدلوهم، يلزمهم يقعدوا معوجين وش عثروا فيهم توريست ويلزمهم يقعدوا معوجين. المشموم تو في نوفمبر صعيب برشا مش القاهم بقدرة الله ما دام عندنا طقس باهي توجد سافا. اللي يقول سيدي بوسعيد اللي يقول المشموم؟ الياسمين والفل. سيدي بوسعيد معروفة بالياسمين والفل، ديجا حتى توريست يعرفوها. فهمتني؟ سيدي بوسعيد ما تعرف تراديسيون تاعها مشموم وفل وارتيزانا. بوسعيد زاد مشهورة بمعلم آخر هو قصر البارون ديرلونجي أو قصر النجمة الزهراء. كان البارون دور بارز في المدينة،
وكلها الشخصية المغرمة بالموسيقى ارتباط وثيق بمصير هالمكان. ولشدة تأثره بجمال الموقع قرر الإقامة في سيدي بوسعيد وبنى قصره بهندسة شرقية أساسا وسماه النجمة الزهراء. وتواصلت مدة تشييد هالقصر من 1912 إلى 1922، وكان البارون وراء مرسوم ملكي أصدر البي سنة 1915 يحمي المدينة، كما كان وراء اعتماد اللونين الأبيض والأزرق. هذا موجود من القديم، فما مش يجي البران غدال دا لانجي يشري يزيد فيه إضافات أخرى يستقر فيه ويسكن وتوفى في المكان هذايا في سيدي بوسعيد، ودفن في حدائق قصره. وقعدها القصر هذايا موجود، لكن وقع اقتناءه من طرف الدولة التونسية إلا في الثمانينات، وتقرر أن يصير مركز الموسيقى المتوسطية، ويعمل المركز هذايا على جمع التراث الموسيقي التونسي، لكن كذلك بانفتاحه على المتوسط الكل، باعتبار أن تونس جزء لا يتجزأ من المتوسط، وفيه معناها أرشيف مهم جدا من الوثائق الموسيقية السمعية وكذلك حتى الصور والوثائق البصرية، وهو تحفة معمارية ذكرنا برشا في قصور حمراء غرناطة وقصور الأندلس اللي قعدوا يعني الأندلس اللي هربوا منها قعدوا يحكيوا على الفردوس المفقود. شكل قصر نجمة الزهراء يذكرنا بهالقصور هذه الجميلة، وخاصة الحدائق المحيطة به كما الحديقة الأندلسية أو الحديقة الإنجليزية أو الحديقة الفارسية، اللي هي كلهم زخرف وزينة من الإخضار والجمال تحيط بهالمكان وهالقصر اللي هو قصر النجمة الزهراء المعروف بقصر البارون، بارون غودولف دغلونجي. سيدي بوسعيد اللي جهة مش يلاحظ حاجة، يلاحظ أنها جمعت بين جمال المكان والربوة والحدائق والخضار وزرقة البحر والسماء، لكن يلاحظ حاجة أخرى مميزة، هي أن جميع الدور والقصور نتاع سيدي بوسعيد نتاع المكان هذايا كلها بيضة بالجير الأبيض وشبابك البيبان مدهونين بالأزرق. هذه حاجة جديدة، حاجة جديدة بتستظهر بقرار بلدي منذ العشرينات. علاش؟ على خاطر قبل ما كانوش يدهنوا بالطريقة هذية، كانوا يدهنوا بالأخضر أو بالأصفر، الأصفر الفاقع أو الأخضر، لأن احنا ندبركوا بهم الألوان هذية، لون الأخضر لون الخضار والجنة والجنان والفردوس، والأصفر لون محبب لدى المسلمين لأنه تذكر حتى في القرآن البقرة هي صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، فدهنوا به. كي جاء البارون رودولف دالانجي كان متأثر بما شافه في البحر الأبيض المتوسط، خاصة لما مشى عدى أيامات في بلاد الإغريق يونان، فجاء حب ينقل الألوان الموجودة في يونان في بلادنا أي الأبيض والأزرق، واستصدر قرار بلدي
تحت صدره مش يجبر الناس والسكان انهم يبيضوا بالابيض والازرق، وهذا ما قررته بلديه بتاع سيدي بوسعيد اللي كانت اغلب اعضائها من الفرنسيس وقتها. شخص واحد مش يقف في وجهه اللي هو سيدي محمد الاصرم. سيدي محمد الاصرم هذا من اعيان البلاد ومن اعيان سيدي بوسعيد وداره موجوده هنا. فمشى للبي وقال له مش معقول ما يجيش واحد اجنبي يحكم عليا. بي داري كما يحب هو. فوقع استثناء الدار هذيا، واليوم الناس هذيا دار الاصرم الموجوده في سيدي بوسعيد الحيوت لونهم هكا مستحمر شويه في لون التراب، وشبابك مدهولين خضر خاطر هذاك التقليد القديم اللي كان موجود قبل العشرينات من القرن العشرين. هكاكا قاعدة تميز اللون هذايا يميز سيدي بوسعيد حتى ولينا نقولوا لو بلو دو سيدي بوسعيد الازرق تاع سيدي بوسعيد، لخاطر فيه لون خاص موجود كان في هالمكان. مشاهدينا نوصلوا لنهاية حصتنا، هذه كانت بصة صغيرة على سيدي بوسعيد اللي يتميز بموروث ثقافي وحضاري كبير. موعدنا يتجدد الأسبوع القادم في مكان آخر ولاية أخرى. إلى اللقاء.